عليكم حجية. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم مرة شاكر فرع البصرة زائرينكم. أهلا وسهلا. ممكن تشرح لنا عن وضعكم؟ والله وضعنا احنا أبونا مريض سبب حادث سير، يعني رجله اليسرى. نعم. بلاتين العظم، وبنفس الوقت عنده التهاب بالفقرات العنقية، وظهره من تعبان ما يقدر يشتغل. وعندي هنا ابني سجاد، هو اللي يعني المعين الوحيد للعائلة، يشتغل يومية 10,000. نعم. معمل مال للماي، والحالة تعبانة. عندي هاي من الطفلة مريضة، شلل دماغي، وهم تحتاج علاج. من الولادة لو هسه حجية؟ لا والله من الولادة. نعم. زين، شنو علاج جاي تعطونها؟ شنو قالوا لك؟ عندي حاليا بس المقويات. نعم. جاي انطيها، وتحتاج اوفر، تحتاج بعد 20 جلسة فيزيائية. زين، ايش قد تكلف هاي؟ الجلسة الوحدة 50,000، تحتاج لها في الاسبوع 3 جلسات، يعني مستمرة، يعني جلسة ورا جلسة. والأوبر 3 أوبر هم 150,000 الأوبر الواحدة. نعم. شنو سوي لها هاي الجلسات والأوبر؟ شوية قال الدكتور يعني حفزها شوية، يعني ركبتها تقدر تتحكم بيها. نعم. إيديها حاليا يعني أنا أوكلها، أنا شربها، قال تتحرك إيديها. نعم. يعني تقدر تأكل بحدها، تقدر تمشي. نعم. وبعد هو يعني طاني بيها أمل حلو يعني. نعم. بس ما قدرتوا تسوي؟ والله بس الحال تعبانة، ما قدرنا يعني نجيب لها العلاج لحد الآن، ما جبت لها العلاجات. شنو محتاجة بالنسبة لبيتكم؟ والله بيتنا هسه مثل ما شفتوا، أول ما تدخل سطح، يعني كلها سطح كشفي، أحتاج أقبط هاي الصفحة كلها، يعني لأن الشمس بالصيف حارة وبالشتاء مطر علينا. نعم. وهي بس هاي الغرفتين يعني، بس ما عندنا مكان بيها. نعم. ونحتاج يعني شوية هيك غراض للبيت، عندي مثل غسالة تعبانة، والله أخذتها للمصلح قال يعني حتى تصليح ما يصير لها. نعم. لأن محترقات الماطورات اثنينات الملاتي، والله صار لي شهرين بلا غسالة. زين. عندك أحد بالمدرسة؟ عندي سجاد رابع علمي. يعني هم يشتغل وهم يشتغل؟ اي والله. نعم. يشتغل بالليل من 11 بالليل للسبعة الصبح، ويجي النوبة يداوم من 8 الصبح تقريبا للوحدة الظهر. نعم. من المدرسة. وعندي حوراء هم يعني خامس علمي. وبعد يوم عندك لو بس اثنين؟ لا مو بس هذول اثنين. خير ان شاء الله. حجي، من ضمن برامجنا عندنا بطاقة الغداء والاكس، هاي قيمتها 50,000. ان شاء الله الاخوان يصفون فيك وتجين تستلمينها، وان شاء الله ما يصير خاطركم الا طيب. الله يطول عمرك. الله يسلمك.